لحقنا لا دانيار ايطاب ورايحين نخدمو ليكيليبر اكتيف، يعني بدون وسائل تعليمية. راح نعطيك مفتاح اخر تاع التوازن. لازم كي تجبدي الهواء داخل صدرك تسنى واحد دو سكوند ولا 3 سكوند باش تتلقيه، وكي تتلقيه ما تتلقيهش كامل، قلنا لازم تخلي واحد 20% داخل صدرك. لي جيست تاعي راحين يكونوا بالعقل، مي في الخطره الاولى راح لي جيست تاعك يكونوا رابيد باسكو بالك ما يكونش عندك الاحساس بالماء، مي كي تنمي الاحساس بالماء تاعك راح تخدمي لي جيست تاعك بالعقل. اهم حاجه لازم نطبق مبادئ تاع لو فلوتمون، باسكو الفرق بين لو فلوتمون وليكيليبر، كل فلوتمون ما ندير حتى جيست، مي في ليكيليبر راح نحرك رجليا ويديا باش نقعد في بلاصتي ونميتريزي لو كور تاعي.